برحب بدكتور عمرو حسن امين المجلس القومي لسكان الاصبغ. دكتور عمرو مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا دكتور عمرو. طبعا مساله زياده السكانيه وتنظيم الاسره ده شيء الحقيقه الناس عارفاه ومعاشاه من عقود طويله. ازاي حضرتك شايف واحنا في 2020 بدا يترسخ هذا الامر ويؤتي ثمار من خلال الارقام؟ خلينا نقول هي الزياده السكانيه دي بتيجي ازاي؟ يعني عدد المواليد بنطرح منهم عدد الوفيات سنويا، فلو انت عاوز تتحكم في الزياده السكانيه يبقى انت هدفك انك تقلل عدد المواليد كل سنه. عشان تتحكم في عدد المواليد هو عن طريق تنظيم الاسره، تنظيم الاسره يبقى انت محتاج تشتغل على حاجتين، تزود الطلب على خدمات تنظيم الاسره، يعني ازاي تقنع الست المصريه ان هي تتحرك من بيتها وتروح على الوحده الصحيه عشان تاخد وسيله منع حمل، وفي نفس الوقت تحسن جوده خدمات تنظيم الاسره. يمكن لو هنتكلم بلغه الارقام هنقول كعدد السكان مصر هي الدوله رقم واحد عربيا، رقم ثلاثة افريقيا بعد نيجيريا واثيوبيا، رقم 14 عالميا. يوم 5 يوليو 2021 الساعه السكانيه التابعه لجهاز المركز التابع والاحصاء اعلنت وصول عدد السكان المصريين داخل جمهوريه مصر العربيه ل 102 مليون. يمكن المليون اللي قبليها كانت في اكتوبر 2020، يعني احنا اخر مليون زدناهم بالظبط في 9 شهور و5 ايام. نقول في تحسن؟ اه في تحسن، لان المليون اللي قبليها كانوا في حوالي 8 شهور، المليون اللي قبليها كانوا في 7 شهور، المليون اللي قبليها كانوا في 6 شهور. يعني بنزيد مليون كل 9 شهور يعني، وده يعتبر انجاز؟ معقول يا دكتور عمرو؟ هو تحسن عن اللي قبليه، لان حضرتك لو انا قلت لك ان المليون اللي قبليها زدناها في 8 شهور، المليون اللي قبليها زدناها في 7 شهور، فكل ما تزيد المدة لزيادة عشان المليون دي فده دليل على التحسن. بس نقدر نقول برضو احنا بنتحسن بس يمكن ببطء، ويمكن نقول طموح القيادة السياسية كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم قبل كده قال عشان الناس تحس بحجم الانجازات اللي بتتم على الارض لازم نتحكم في معدل الزيادة السكانية ونوصل 400,000 سنويا. يعني يمكن السيد الرئيس حط رقم واضح، قال احنا عاوزين في السنة نزيد 400,000. يمكن احنا لسه محتاجين نتحرك اكتر، لان احنا لو قلنا ان احنا في اخر 9 شهور زدنا مليون فلسه قدامنا شغل كتير، محتاجين نشتغل اكتر يمكن على الارض انك ازاي تزود الطلب. يعني دايما بقول هو كذا، انت في حرب، الحرب دي محتاج تستخدم كل الاسلحه، يعني محتاج تشتغل اكتر على الاعلام، ان انت تبقى طول الوقت الاعلام يتكلم على القضيه دي وعلى خطورتها، ومحتاج يمكن في الاعلام تناقش برضو السيدات وتطمنهم ازاي ان وسائل منع الحمل اللي موجوده في مصر امنه وفعاله، وتتكلم وتبين لهم ازاي ان وسائل منع الحمل هتحسن صحتها. يعني نقول ان الست اللي مخلفه طفلين صحتها هتبقى احسن من الست اللي مخلفه 4 او 5. محتاج تشتغل على التعليم اكتر، ان انت التعليم انك من خلال انك تقضي على الاميه، انت عندنا بعض المحافظات في صعيد مصر نسبه الاميه بين بنات وستات مصر تتجاوز ال 40%، ودايما في ارتباط المحافظات الاقل نسبه في التعليم هي الاكثر انجابا. يعني كلما زاد تعليم الست كلما قل الاطفال اللي الست هتجيبهم. فمحتاج تشتغل اكتر ان انت ما يبقاش عندك اميه بين بنات وستات مصر. محتاجين نقول ان لازم دلوقتي دور وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي انه يحطوا مناهج سكانيه. يعني ايه مناهج سكانيه؟ انت عاوز تخلق جيل من هو صغير فاهم خطوره القضيه السكانيه، فاهم ان اسره صغيره تساوي حياه سعيده، فيمكن ده دور وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي ان انت تحط مناهج تتناسب مع الطلبه في ابتدائي واعدادي وثانوي، وتحط مع طلبه الجامعات. ما في الاخر الطالب اللي في الجامعه ده لما يتخرج ما هو هيروح يتجوز، فانا عاوز احط في دماغه من هو صغير فكره ان انت لما هتتجوز هتجيب طفلين. محتاج تشتغل على الدين، خطاب ديني معاصر بيشرح للناس ان الفكره مش حكايه العدد، وان طفلين متربيين كويس ومتعلمين كويس وصحتهم كويسة أفيد لبلدهم ولدينهم ولعيلتهم من 4 أو 5 غير متعلمين أو صحتهم ضعيفة. محتاج تشتغل أكتر على تمكين المرأة، إن إحنا دايما نقول إيه، لما هتتعلم البنت هتشتغل، اللي هتشتغل هي دي اللي هتكون سقف طموحها بيعلى، هتكون مش هي دي اللي هتخلف لك 3 و4، لا ده هي هيكون من ضمن اولوياتها الشغل وان هي تترقى في الشغل. فمحتاجين ان انت توجد اكتر مشروعات تنمويه للسيدات تشارك فيها. ويمكن اهم سلاح كمان محتاجين نشتغل عليه وده دور البرلمان، ان انت توجد حوافز ايجابيه. يمكن اقول دايما الشعب المصري بيحب التحفيز، ان انت نقول والله ان الاسر
اللي هتلتزم اكتر هي دي الاسر اللي الدوله هتساعدها والحكومه هتساعدها. يعني عاوز تغير الرؤيه، مش معنى ان انت مخلف اكتر ان احنا نساعدك اكتر، لا، ده هي الاسره اللي ملتزمه ومخلفه اتنين، هم دولت اللي قد يكون ياخدوا الدعم اكتر. صحيح. يعني ممكن تحط في البرلمان تشريعات طبعا. ان الست طبعا. اللي هتطلع خطوره يا دكتور ان احنا نستمر، هي دي الست اللي خطوره ان احنا نستمر نقفل مليون جديده كل كام شهر، ده خطورته بعد 10 سنين. لو مشينا بنفس الوتيره مليون كل 8 شهور، كل 9 شهور مليون، اعتقد يعني الصوره قد تكون صعبه بعد 10 سنين. خلينا نقول حاجه، احنا دلوقتي عشان المواطن يحس بحجم الانجازات اللي هتتم على الارض، انت لازم تسيطر على النمو السكاني. هي دايما في معادله ليها طرفين، نمو اقتصادي ونمو سكاني. عشان تحس بالانجازات النمو الاقتصادي يكمل زي ما هو، بس لازم معدل النمو السكاني ينزل عن كده. ويمكن خلينا نفتكر الكلمه اللي السيد الرئيس قالها، انت عاوز في السنه تزيد 400,000، انا دلوقتي الوضع عندي ان انا كل 9 شهور بزيد مليون، فبالتالي محتاج ان انت تشتغل اكتر. ما هو في الاخر تعالى احسب، انت الموارد كلها دايما بتبقى محدوده، فمع زياده العدد الدوله المصريه بتعمل اللي عليها دلوقتي. ان انت بتعمل ايه؟ انت بتحاول تتحكم في العدد، بتحاول ترسم خريطه مصر من تاني، توسع يعني الرقعه المأهوله بالسكان عشان تستوعب الناس دي كلها. طبعا، لان هو خلي بالك حضرتك، هي مشكلتك مش في العدد، هي في العدد وفي الخصائص السكانيه. المواطن اللي عندك ده طبعا صحته عامله ايه؟ طبعا تعليمه عامله ايه؟ فبالتالي انت محتاج تشتغل على العدد ونحسن الخصائص ونرسم خريطة مصر زي ما الدولة المصرية شغالة دلوقتي عشان تقلل معدل الكثافة السكانية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور عمرو الحقيقة على ناقوس الخطر اللي حضرتك النهاردة يعني أطلقته، لأن بالفعل لو ما كانش في وقفة ومسؤولية فردية لكل واحد فينا في هذا الأمر، يعني إحنا بالتالي بنضر أولادنا وبنضر الأجيال اللي جاية بعدنا وبنضر حتى نفسنا وإحنا عايشين يعني في هذا الانفجار السكاني. شكرا جزيلا دكتور عمرو حسن، أمين المجلس القومي للسكان الأسبق.